الحمد لك يا ربنا، وبعد حمدك والثناء نخص في تكريمنا اللي لها معزاه أكيد من منسوبة المدرسة، نكرم كل مدرسة ترسي البناء وتأسسه والجيل منها يستفيد. يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزه اكيد سبات المدرسه، نكرم كل مدرسه ترسي البناء وتاسسه والجيل منها يستفيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الانوف، زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزه. والله انها فالحة تعطي الاريج وتمنحة، شكرا كثير لصالحة موصوفة بالرأي السديد. لو للوفاء طرف ومدى شكرك ابد ما له مدى، يا صالحا صوتك صدى واليوم تكرمك اكيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الانوف، زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا لها معزه اكيد. لو للوفاء طرف ومدى شكرك ابد ما له مدى، واليوم تكرمك اكيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الانوف، زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنى نخص في تكريمنا اللي لها معزه اكيد. 0501346866